اليوم عبدو سمار نشر على الفيسبوك وعلى اليوتيوب، يعني من جهتين. احنا باش نقول مهاله خاص في مجال الانتيليجنس، فما مجال الانتيليجنس تكلم عليا بلا ما ذكر اسمي، قال بلي كوم كوا راه المعارضين اللي راهم في الخارج راه يتحرك فيهم المديره تاع رئيس الهلال الاحمر الجزائري. شوف كل واحد يحرق ويحب يحسب الناس كاملة محركين. المهم نبقاو في موضوع اليوم. اليوم هذا بدا دابور بالفيسبوك، أو صح على الفيسبوك، لا جوستيس ميليتير شنقريحة اي سيت غروس مانيبيلاسيون نحيو هاد لانيير باش الناس تقدر تشوف. راجل ميليتير شنقريحة اي سيت غروس مانيبيلاسيون تيليغيدي بار هشام حبوت، عمرو ما كان يتجرى يعني عبدو سمار باش تجمع ليا بهذه الطريقة هذي، عمرو ما كان يتجرى انو يبقى دايما يعني الناس يعرفوه انو الراجل فضلي كبير عليه، سواء باش تعرف هو وحده بعد سمانة عدى في عمل تي في مشى يستنى مرتو في الايروبور تاع اورلي، جا قال لي شحال من عام وانا في بور تي في وفي كدا منا واحد ما يعرفني، اليوم عرفوني كاع في المطار. هذا يعني هو لا النهار اللي جا من نهار الاول قلت له مرحبا واش تحقيت، حنا نعاونوك باللي قدرنا. خدم خلصتو كي كان عندي القادرة نخلصو، وما خلصتوش كي ما عنديش باش نخلصو، على بالو بلي ما عنديش. وهو مشى مع واحد صافي كان يلعب في لونطون، جا قال لي نشري عليك القناة يديها عليا بالف، وهو كان معاه يمشي شاف يعني لي ما عنديش، يعني كان يعرف بلي عندي جهة تمون فيا، راهو زفني وراهو جبدها وراهو جبدها. اليوم يقول لي انت ما خلصتش خدامي اللي ما كنت قلت لهم، اللي حاب يكمل هكذا يكمل، ما عنديش ما كنتش نخلص سمعت دونك، ولكن ما علي هذا. المهم الشيء اللي حصل انه سي عبدو سمار دار دونك المقال هذايا في الفيسبوك، وزاد دارو في اليوتيوب ديك نفس العنوان ونفس المقال نشروا بالفرنسويه في الفيسبوك وفي اليوتيوب. نشوف هذا التعليق تاع الاخوان. المقال واش يقول فيه؟ بون نقراه لكم. المقال ديالو شغل فيه وايد يبداها، وحنا يبين اللي جات منين جات. Alors, le live d'Agir Paradec Abdou Sumar, le 3 mars prochain, un important et très sensible procès doit se dérouler au tribunal militaire de Blida. Donc, le 3 mars, les procès, Mouhakama, le lieutenant-colonel Tarak Amirat, un expo-gradé dans la direction de Mena, le complot de Raïs Jumouriyat Bounou, de Daïk Touwa, des conseillers Diallo. وعدة مسؤولين عسكريين أو مدنيين من دولة الجزائر، هذا يبين باللي كاين تعفن. يقول المحاكمة رايحة تفضح الممارسات المؤامراتية تاع تارق الميراث والكثير من لي كومبليس ديالو اللي كانوا عندهم مهام حساسة في جهاز الأمن الجزائري.
و في المديرية العامة لأمن الجيش. ألور يروح يحكي أنك تعطيت تفاصيل القضية كاملة، أعطيتها يعني تفاصيل نقطة نقطة، وهذا ما أدهشهم. شو كيفاش أنا مدي تفاصيل هذه القضية؟ بعد يجي المسقي، يجي المسقي يقول لك كاين واحد شاهد ان تيمو انكونتورنابل اللي ما يقدرش يعني يتجاوزوها، هو الكولونيل بن ناصر بوعلان اللي كان كونسول في أليكانت. كنت كلمت عليه او نعطي التفاصيل، ما قعدتش نعطي في لا فيرسيون اللي حبسي جبار مهنا يمدها باش يجبد روحو كي شعره من عجين. وحتى طارق عميرات هذا السي عبد السلام على بالوش باللي اليوم راهم يديروا في المستحيل باش يجبدوا طارق عميرات من القضيه ويخرجوه من الحبس، لانه ديالهم ولانه راح يفضحهم لو ما يتكلمش بوعلام بن ناصر، يتكلم طارق عميرات يفضحهم. فيقول لك يعطي زعما بوعلام بن ناصر كان في أليكونت، كان في بوبيني، كان كذا منا، ويقول لك هذا بوعلام بن ناصر راهو هاد اليامات دار عليه حمله اعلاميه قايم بها هشام عبود اللي كان نقيب سابق في الأجهزة الأمنية الجزائرية، واليوم راهو إكزيلي في المغرب، راهو منفي في المغرب، وعنده يشد في لي كونيكسيون، عنده علاقات مشبوهة مع عائلة طارق عميرات ومع عدة أعضاء من الشبكة ديال طارق عميرات. والهدف الغير معلن عنه في هذه الحملة هذه هو التأثير على قضاة المحكمة العسكرية البليدة وعلى سعيد شنقريحة المسؤول تاع الجيش، باش يخليهم يفكروا بأنه الشاهد بن ناصر بوعلام قادر يقدم اتهامات ثقيلة اللي تمس حتى قائد أركان الجيش. وكل هذا التصرف، هذه المعاملات هذه اللي قايم بها سعيد شنقريحة، قال يعني أنا هشام عبود راهو يعني بلا مكان، قلت هذا الآخر شي اللي يقوم به هشام عبود باش يأدي باش يدفع سعيد شنقريحة باش يتدخل ويمنع يعني انه هاد المحاكمة تتم، يعني وقف المحاكمة ويعطي امر بإبعاد الشاهد الرئيسي حتى يفرغ كل لا بروسيدور هذه اللي تمس ملف طارق عميرات والجماعة اللي راهم معاه. ايوا انا لما قريت هذا بعثه لي جماعة وانا لا بارطاج مع الواتساب، لا بعثت لعبد السمار، بعثت له زوج كلمات، ها واش قلت له؟ عبدو سي تو اون اونس دون، اللي عندك ذرة تاع راجل، اعطيني عنوانك باش نستدعيك المحكمة تجي تعطي الأدلة ديالك أني منفي في المغرب وأني عندي علاقات مشبوهة مع عائلة عميرات وأنه وعندي علاقات مشبوهة مع أعضاء الشبكة ديالي، وتعطي ثاني أدلة على الحملة الإعلامية اللي راني دايرها باش نأثر على المحكمة العسكرية. وقلت له أنا نشهد عليك الرأي العام لما أنشر هذا
المقال تاعك اللي كتبته عليا يعني تكلمت عليه وخليته لكم، وكذلك نهضر لهم على اني طلبت منك باش تعطي العنوان ديالك يعني تخالهم الميساج ديالي، وهذا جوج باش نعطيك فرصة باش تثبت كل ما راك تدعي فيه. فإذا راك متأكد من هذا الشيء نعطيك فرصة تجي أمام القضاء قال وي هذيك الأدلة كيما أنا شكون قال لي عمرني واش رد عليا، باش تعرفوا الفرق ما بين الراجل واللي لا غالب الرجال ما يقدرش يشريها. رد لي على الميساج هذا قال لي وانا نقول لك اذا عندك ذره تاع شجاعه اعطيني عنوانك ونتلاقاو قدام المحكمه اللي تبغي ونطلب منك تجيب الادله تاع اني نخدم الجبار مهنا وكل شتائم اللي وجهتها لي وناخذ هذا النص هذا يعني رساله بعدها اسمع باش نبينها للراي العام. انا راني قريتها لك مبينها ديريكت ما كانش، ونتحداك تجي تواجهني في محكمه وتشرح كل واش راك تقول، وكذلك تشرح مواقفك لصالح بن شيخ يعني مدير الشرطه. ردي عليك كان ساهل، اذا عندك ذره شجاعه بيتو ماشي عندي ذره، عندي قنطار عندي قناطر المقنطر تمتم قلت لها والعنوان تقولوا قلت انا اردت التحديات صح قالي بارفيكش دون رونديفو تريبيونال جوديسيال دو باريس تفضل انسناك ابعث سمع اي اون فيرا كي دو ابروفي سي اسيرسيون سي كونيكسيون افيك لا مافيا دو ريجيم ارجيري قالك نشوفوا شكون اللي عنده علاقات مع النظام الجزائري وخاصة مع فريد بن شيخ و ليرولي ديالو في الخارج. قلت له أنا جاتون تون أدريس نستنى في قال لي باش مدار صاحبك بن شيخ عم ضربوني في 15 أوت 2023 لا لا أنا اللي نجيبك في التريبيونال. بون هذا دابور يقول لي بلي أنايا راني يتفهم نجم حكاية بن شيخ لأني مديت ناخر كل شيء على هذا واش دخل على بن شيخ. بن شيخ اللي يقول بلي أنا راني معاه نخدم له ما نعرف واش درت عليه لما كان في المنصب ديالو لما كان مدير عام الشرطة. أنا ما نضربش على زومبيونس، زومبيونس ما نضربهمش. درت عليه 3 فيديوهات بس هذي لا خلي هذي درك نشوفو 3 فيديوهات اللي درتهم عليه. استغفر الله في وحدة هذه زوج سنوري له انا لما كنت نتيري يا رجال يكونوا واقفين يكونوا طايحين اسمع هاي هلا يعني يقول لي انت صاحبك بن شيخ وراك كذا وتخدم له ايوا ها رواح سي محمد هذه الفيديو الاولى اللي درتها على فريد بن شيخ حفيد الزوار فريد بن شيخ يتطاول على الاحضار الفيديو الاول
عنده تقريب عام. الفيديو الثالث بالوثائق مهما حاول التنكر لجده فريد بن شيخ يصدم بالوثيقة التي تثبت أنه فرنسي أب عن جد. فيديو كامل. نزيدوا فيديو أخرى دفاعا عن جماعة أرجيري بارت، سهل جماعة عبدو سمار. فيلم الدحدوح البوليسي يكشف المستوى يكشف المستوى المتدني للشرطة الجزائرية في عهد فريد بن شيخ. أنا أريد أن جاي مش يقول قدام التلفزيون يقول لهم شوفوا أنا راني هذا السيد راهو يخدم الفريد بن شيخ وعنده علاقة فريد بن شيخ وكذا، ناس يصدم. وانا نعطيه له من طرق نغلق له الباب هذايا تغلق لما يقول لي انت راك تنفية باللي راني نخدم الجبار. ايوا صح عندك الحق. نعطيك موضوع من المواضيع العديدة اللي خرجت في مغرب انتليجنس صح ما هو جبان عبد السمار جبان معروف عليه ما يقدرش يتحمل مسؤولية ما يكتبه. أنا أتحمل مسؤولية ما يكتبه نكتب فيها تغيير كانش ما كان حطه بسم الله كتب في موند أفريك مع سمول نيكولابو قال لي سي في ماتر مسودو قلت له لا جامي أنا نمضي باسمي اسمي غالي مسخر من جو دو موند عوينا كي نحط اسمي ماشي كيما نحط سودو حط اسمي تخلص عليه ماشي قادر تخلص ما نكتبش نكتب في لوبينيون تاع المغرب نفس الشيء باسمي وبصورتي كاش تاع نجي نتخبى كنت نكتب في الكوتيديان دو باري وانا في الجزائر نحاول لا كارت دو بريس لا كارت دكريتاسيون نحاوها لي باش نحبس ما نزيدش نكتب زعما صنجمش يبدلوها. قعدت نكتب باسمي قعدت نكتب باسم المستعار في انتظار لا نكتب باسمي نتحمل مسؤولية كتابتي. عمري ما كتبت باسم المستعار إلا لما كانت الجريدة ديالي الأصيل قمت نكتب بزاف مواضيع باش تخرج الجريدة كلها هشام عبود هشام عبود نكتب الخسافي الناس يعرفوا الخسافي هو عبود في يوم البوادي خواسفية يقولوا نحن الخواسفية معروفين خواسفية يعني المتشبث بالأرض عند الشاوية حيث الخواسفية قال الخواسفية نمضي الخواسفية الناس قاعد تعرفوا شكون مخرج الخواسفية كانش تعرفش نمضي باسم مصطفى دونك سي عبدو سمار لما يقول لي اثبت باللي راني نخدم الجبار قل له تفضل سي هذا مقال من المقالات العديدة اكسكلوزيف ودي ما يدب اكسكلوزيف لو جينيرال ماجور مهنا جبار مانتوني دون سون بوست دون سون بوست شنقريحة مالغري نكبروها باش تبان شوية دون سون بوست شنقريحة مالغري بار شنقريحة مالغري لوبوزيسيون فيرولون دو كلون تبون يعني فوالا كلون تبون ما بغاش ودركا ولا صاحب تبون ولا متقرب منه سمعت هذا هو العنوان لما تقرا المقال ودرك نعطي لك تشوف ان كلش بالدليل كلش بالدليل المقال واش يقول لو جينيرال جبار مهنا بويسون du renseignement extérieur algérien et dirigeant et l'un des dirigeants militaires les plus emblématiques du régime algérien a finalement survécu à l'une des tempêtes les plus violentes de sa carrière. Sa tête était mise à prix le 15 août dernier. Sa lettre de démission était rédigée et prête
a atterri sur le bureau du chef d'état-major de l'armée algérienne et premier responsable de l'institution militaire. بريتو كانت واجدة بريتو الاستقالة يعني جبار منا يستقيل يخرج سيفيل ويعبس بروحه في الحبس هذه بقي ما يديرهاش Alors, au palais prison Sayed El-Mouradia, Abdelmadjid Tebboune avait réclamé le départ de ce général encombrant qui entretiendrait des réseaux enracinés jusqu'au point les plus insoupçonnés des institutions algériennes. Tebboune, il a dit qu'il avait partout. L'entourage de Tebboune était convaincu que les lieutenants de Djebbar complotent contre le clan présidentiel. في وسط في موعد رئيس على بالهم بلي جماعة اللي خدموا التبون كلهم ضد الرئيس عم يخدموا ضده يتآمروا ضده ويقوموا بمناورات باش وهذا هو الواقع يقوموا بمناورات باش يقويوا الشعور بعدم شعبية التبون في البلاد ويصابوتيو في المخططات الاجراءات اللي يتخذها في تسيير البلاد اللي يعني مقرره من طرف الرئاسه ويحضر في يهيئ في الارضيه سمعت لتكسير العهده الثانيه للرئيس تبون والمستشارين ديالو يتهموا جبار مهنا والمساعدين تاعو بكل المشاكل اللي راهم مسجلينهم عليها يهربوا في معلومات حساسة يعملوا في فضائح إعلامية يحركوا في الرأي العام ضد الرئيس نعرف كل الإخفاقات السياسية اللي قام بها الحكومة هم اللي يروجوا لها يقول لك وعلاقات إعلامية قوية بما فيها يعني شعبية ويمشي مع لوبوزيسيون جمع المعارضة الجزائرية المهم قال لك هذا الشيء اللي دايرينه على جبار ولكن شوف كيفاش ورينا جبار الأسد جبار الديف شوف كيفاش بعد يجيب لك اسمع يا خالي اسمع 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 يقول لك قولوا بلي نخدموا لا بروبلي نخدم انا الان لا لا غلط في الخاتيه نجيبوا التعقيد على المقال حاجه فور بالبزاف فور سنروحوا نجيبوها لقيت المقال نروحوا نجيبوها ما عليه الوغ لقيت المقال يا تقرا الدوخ هاك كيفاش نفضح انايا بالكتيبه ديال جيب لي حاجه كتبتها هنا بهذا النوع انا فريد بن شيخ قولي فريد بن شيخ صاحبك انا وريت نعطيك ثلاث فيديوهات على فريد بن شيخ كي كان في القوه ماشي كي طاح انا ما نديريش على لي زومبيلونس ياتي كامل هناك يعني كنت انا نكتب على الصحاح عبد الصمار كان يلعب في الكراكب قلت سو بون فيو جينيرال روزي حيلي كيلي انتيسيب سا شوت اي بريبار سا ديميسيون بور بارتير لا تيت اوت نعم قال لك تفضل الاخر لا شيء هما يطيحوا هو سبق الاحداث وحضر الاستقاله تاعو باش يروح راسه مرفوع الكلون تبون فاي سافوري لا فيكتوار قال لك يعني جماعه تبون قريب يعني يتبنوا الانتصار مي الاهانه اللي تكبدت من طرف الجزائر كبدتها الجزائر من طرف افريقيا الجنوبيه بعد عدم دخولها يعني رفضها في البريكس وقضيه نزار سمعت هو برمجه نقول لك لو سينيسر بروسي بور كونتر لومانيتي هو يتاسف على نزار كيفاش عملوا له بروسي بور كريم كونتر لومانيتي
وعدة إخفاقات أخرى اللي طاحت على النظام الجزائري، يعني النظام خلاص طاحت عليه إخفاقات، ما دخلش بريكس، داروا برمجوا بروسي تاع الزار، طاحوا عليه مش أخرى، قال لك هذه كلها جعلت سعيد بن شنقريحة يدير الفيتو ديالو ويبلوكي خروج منى الجبار ويخليه في المنصب تاع اللي يحتاجوه. سمعت؟ ولأنه اليوم هو الوحيد اللي ما بيسموه يلغون كونت اجوردي نيكمو سيمون ديتا ماجور، يعني اللي قادر يعني يتكلم باسم قيادة الأركان شنقريحة. نذكروا أنه جنرال جبار مهنو على رأس مديريات الأمن الخارجي منذ سبتمبر 22، وأنه سير المديرية العامة لمكافحة المشاغبين، وهذا هذه مصلحة جديدة قالت تأسست في نوفمبر 2021 باش سمحت بعودة جبار مهنا إلى مقاليد السلطة الأمنية ويعمل باش يعني قال لك يدوفري اوفيرتومون يخدم بالعناني بور كي برين لا توتاليت لا شارج ديريجون، قال لك يسعى إلى السيطرة على كل الأجهزة الأمنية وهذا مبينها. مي بروجي بلوكي امبيشي دوبي توجور بار عبد المجيد بورقالي عبد المجيد ونوالي وقف هذا البروجي تاع جبار مناني باش يستولي على كل الأجهزة الأمنية، وهذا الرئيس اللي كان يرفض منذ البداية يعني التأثير الاستراتيجي للأجهزة الأمنية في قمة هرم السلطة. هذا ما قال في جنرال روزي وكذا ويصور لا تيت اور، يعني عمره جبار ما كان يحلم واحد يكتب عليه كلام كيما هذا. زين نزيد لكم مجموعة أخرى من بعض المقالات سي عبدو سمار لصالح جبار منا، لين يقول لي جيب اثبت بلي راك بلي راني نخدم الجبار منا، ويعني اثبت لك انا وين تاع بون نروح المغرب انتيليجونس ديريكتومون ونشوفوا له، وروحوا نضربوا طلع في المغرب انتيليجونس هاو موجود. سمعت؟ هاو موجود، تشوفوا عناوين دهشكم دوخكم الدوخ لما تشوف واش اكسكلوزيف ديما اكسكلوزيف مع قناه تاعو. L'imam Mahmoud Diko a fait une opération montée de fond en compte par le général Mahna Djbar. Ni avec Ziyara Mahmoud Diko ta Mali. L'amélie كلها قام بها Djbar Mahna. هذيك ما نسحقش انا نقولها لي Djbar Mahna يقولي انا اللي راني قمت بها، انا بالعكس نقول هذه ماهيش ايجابيه، هذه سلبيه، وانه Djbar Mahna ظهر مع الرئيس واللي معاه ومع ديكو لما استقبل ديكو. عمرنا ما شفنا رئيس جهاز الامن الخارجي يحضر في لقاء تاع رئيس الجمهورية، اول مره يديرها جبار مهنا، عمرنا ما شفناها. زيد اكسكلوزيف اللي قريتها لكم الجنرال جبار مهنا مانتوني دون سون بوست بار شنقريحة مالغري لوبوزيسيون فيرولون دي كرونت بول. Exclusive, les échecs face au Maroc ont privé Mahna Djbar de sa promotion à la tête des services secrets algériens. Ni khfaqat, diaz amam al-Maghribiya, li menhat Djbar Mahna, ou échec hatta bin dafrein, ou mehat arfbiya khfaqat. Exclusive, les dessous de la mission commando du patron du renseignement extérieur algérien. On l'a dit, Karawa. Karawa, tchouf, tchouf, yirubdou.
دبلوماسي ما كانش مثله، ما كانش مثله، ما كانش مثله. زيد رابروشمون ديمانويل ماكرون افيك لو ريجيم الجيريان، لو رول انكونتورنابل جنرال ماجور مهنا جبار، اقراو هذا ثاني وريني كيفاش جبار مهنا، هذا هو اللي قرب ما بين الجزائر وفرنسا وبدا منا، وهذا مهندس دبلوماسيه اقراو، عمره جبار مهنا ما كان يحلم يسيب واحد يكتب له هذا الكلام هذا، يعني هذا ماشي شيت له بشي، يعني بالقطن بالقطن كما نقولوا يدير له هكا. يعني انتم ما سمعت، انتم ما تقراو لي ميليتاري سيف سكري اكارتي لا رونكونتر تبوني دارمان راهو. دونك لما يقول لك جيب اثبت بلي نخدم جبار هنا ثبات هذه التكفير، ما يقدرش يقول مانيش انا هو الياس العريبي اني عندي شهاده تاع شكون كاين شهاده عليه، ولانه جبان على بالي جبان، ولكن جايب شهاده هو الياس العريبي جايبها معنا، مانيش عامل ان بروسي، نعمل ان بروسي لعبدو الصمالي انه صحفي، لا نعمل له ان بروسي لانه عميل وأداة بروباغندا لمجرم كبير، جبار منا مجرم، أباد الشعب الجزائري، شارك في إبادة الشعب الجزائري، لو كان يعني عميل هذاك ما عليه، أنت راك أداة بروباغندا لمجرم، مش تربح كي تاخذ أوامر المجرمين، أنا لازم نحسب. لاني حسبت ان البروسي لعبد الصمار سي باري كيما دير الصمار، ما يهمنيش لو كان صحفي عبد الصمار، والله ما كان عليه انا صالح قرا مع سعد بوعقبه ثلاث سنوات قاعد نخدع نهار ما ندير المحكمه ما ندير صاحبي وخلاص فهمتيني لحظه الزعاف خلاص روح. بصح انا من خلاله نضرب المجرم جبار لي يعطي له أمر عن طريق سواحي سريين يقول له ايش نعبد روح جبت في فيسبوك وفي يوتيوب فوالا دونك جبت واش عندك واش مزيد قول جبت في الاخر انا ندير معك حتى جيب لك. المهم هو حتى هذا الشيء اللي داره في الفيسبوك وفي كان عنده أثر عكسي، ما عندوش لا. شوف هذا أول واحد اللي يرد عليه في الفيسبوك هو واش يقول له هاو التالي قولوا لو تيتر ني دون فريمون با أونفي دو ليغ سيت أرتيكل، العنوان بوغ أن بسيدو جورناليست لاش بوب دو تحكوت، هاو شوف راك أنت مسخ يا ولدي ما تتكلمش على الناس اللي نظار لاش بوب دو تحكوت en passant par des fausses révélations sur Emir DZ et qui a travaillé chez Aboud. Bref, la manipulation vient de Algérie. C'est le premier travail. C'est le premier travail, Aboud. Pour qu'il y ait un chèque, pour qu'il y ait un chèque. Il y a un chèque de 4000 euros. Il y a un chèque. انت كنت صايبها خمسه باش تجوز في التلفزيون نورمال متى اللي كنت خلص المشاريع خلص ما عليك. دونك هذا التعليق الاول قال لي في فوس ريفيلاسيون لاش بوتو تحكوت، الناس كانوا يعرفوا حكايه عبد السمار مع تحكوت التليفونات وكذا وكاش تحكوت يعطي له اوامر نحي هذاك واضرب هذاك ودير لهذاك، ما يقول له السياره اللي مديت لي راهي ما تمشيش فيها انا نقول له ما عليه من بعد نبدلها لك، اذا حلوا البيرمي عاد يقول لهم نحاولوا لي البيرمي يقول له درك نجيبه لك، اللي ما تصيبهاش عند اخيك بيض كي الحليب قولها نعاود بيض كي الحليب ما تزيدش، روح شوف الموسخين اقدر معاهم لعب معاهم تلعبش في التيران تاع النظافه معاهمش. يقول لي ما راك ما تخش لفرنسا انا نجي يقول لي اعطي لي عنوانك في المغرب
نجي نحاكمك في المغرب امام القضاء المغربي، لاني عارف ما تقدرش تدخل فرنسا على جال عندك دايرين حاكمين عليك كذا بور فرود فيسكال. ايوا اروح انت خرجني من فرنسا، ما انا حاوز من فرنسا، لا روح انت جيب لي تاع الفرود فيسكال هذه، جيبها اكتبها، شيش اكتبها، اكتبها اكتبها. عريت كان عاوز دايرين هاي الطريقه له تاع يسكن راهو منفي في المغرب. واحد جاري هو اللي رد عليه، سنشوفوا التعاليق ردوا له. قالوا نو مسيو عبود هشام ني با او ماروك، إلي أونتخ باغي إي بروكسال. لأنو بون ناس يعرفوني، دايما نطلع لبروكسال باش نحمي روحي. طلع لبروكسال تاع راني طالع حابط حاكم التراح حاكم الطوموبيل تاع ولدي ولا. واحد قالوا هشام عبود فور عليك، سي تو نو بارل دو لا ديسباريسيون دي فيز دو كايل سو سيري بوكو ميو. دونك نتكلموا على هذه. لا غير زاد راك مجرم وكيفهم يا الشيات. ها هوش نال كتعليق حاسبة. الور يا ذو باب الالكتروني يا جبار. عرفت ذو باب تاعك يجي يديروني كيما هذو الشعب، هم ذو باب هذو الشعب. راهم يكشفوا فين النخبة تاعكم. زيد له واحدة أخرى تعليق. نعم مور بعضهم سي با شي اللي قال انت قيتهم ولا تو سي تو تي او ماروك اي تو استيم اورو كو لي ماروكان نون با لابيتود دو ساتاكي ا لورز انمي شيز او هشام عبود ديفون لو بوبل الجيريان كي نون با دو فوا بار كونتر عبدو سون ميرد اي تو سيرفيس او بليز اوفرون عبدو سما سون ميرد يمدو روحو للي يجي اللي يمدو اكثر دعاره الاعلاميه يعني يزيد واحد يكتب له على طارق عمير فيس دو سليمان عميرات كي تان فيريتال باتريوت سي لا كي فو ديرونج لي غران زينمي لالجيري. يرد يقول له مسيو عبو عبدو اون ديري كو فوتر انترفونسيون اي سوفلي بار جبار مهنا هشام عبود اي لان دي رار جورناليست انديبوندون اي ليبر الجيريان. مرقولو مرقولو اي سوفلي بار جبار مهنا. الاخر يزيد يقول له ساي اون ايت اريفي دونك توت سيت استوار C'est une couverture pour attaquer Hicham Aboudi Abdou Smar dans une de tes vidéos. Le titre, Monsieur le Président, mon cher Président, alors là, si ce n'est pas de Chita, c'est quoi? Ah! Chef Rouhou Brouhou. Chef Rouhou Brouhou. Ah, ici. Il a tendu le ballon pour se faire baser de encore. Aïe! Pour te. Ah, j'ai de l'eau à droite. T'es en train de perdre la face. Tout le monde sait que Smart défend le clan des années 90. Là, attendez-vous à une réaction nucléaire de Hicham Aboud. Khoya, tu t'es pas trompé, il y a une réaction nucléaire. On m'aise. C'est bien regrettable, mais tu es dans le même navire. Aboud est mon voisin en France. Désolé pour toi. Je fais le Maghreb. Ah, Zouj, alors là où il est entre la France et la Belgique, c'est mon voisin en France. جادي باش تجيب لا بروبليم في المغرب انا نجيب لك غير هذه ما بعرف ما نعرف ما سقسوني ما سقسيتهم ماش تمر لا وزيد نعطيك الباسبور انا نجبد الباسبور تاعي تعال شوف وين راني ساكن شوف شحال نقعد انا في فرنسا نجيب لك حتى مي كونترول ميديكو ما عندي مانع ها شوف فرغيت فيك فرغيت فيك كا دونك هذا السبعة الأولى اللي احنا الزلام جبار منا